البركوكس. اذا كما راكم تشوفوا البركوكس هذا النوع يا ريت تفتل باليد. اذا اعزائي المشاهدين باش نحضروا هذه الوصفه نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوهم الان. كما راكم تشوفوا لهنايا عندنا صدر دجاج، زوج حبات طماطم واحده كبيره واحده متوسطه، ايضا زوج حبات بصل واحده كبيره واحده متوسطه. واذا كانوا عندكم طماطم ولا بصل كبير ديروا غير حبه تكون كبيره، يعني حبه بصل كبيره وحبه طماطم كبيره. كما راكم تشوفوا هنايا ربطه تاع الحشيش مقطفه، هنايا كما راكم تشوفوا هكذايا غصن صغير تاع الكرافس ولا ربطة صغيرة تاع الكرافس. نسحقوا ايضا طماطم مصبرة حوالي 3 ملاعق تاع الاكل. نسحقوا حفنة تاع الحميصة المشمخة. نسحقوا ايضا ان بتي بول تاع البركوكس هذا مفتول باليد. نسحقوا الزيت، فلفل حار، فلفل اسود، الملح. ونسحقوا هنا كما راكم تشوفوا راس الحانوت، اذا كما راكم تشوفوا هاوليك راس الحانوت هنايا. نسحقوا ايضا السمن، ايضا بلا ما ننسى الثوم. هنا نسحقوا حوالي راس يكون هكذايا شويه متوسط الحجم. اذا اعزائي المشاهدين هادو هما المقادير باش نحضروا البركوكس تاعنا. اذا ندوز مباشره لطريقه التحضير اللي حتكون جد بسيطه. اولا ناخذ البصل تاعي، الطماطم والثوم ونسكرفجهم. اذا ندوز مباشره على وقت ما راكم تشوفوا هنايا بعد ما سكرفجت البصل تاعي بهذه الطريقه، يعني كما راكم تشوفوا سكرفجت الرأي. اذا هنا ناخذ مباشره طنجره الضغط تاعي نبدا نحضر البركوكس تاعي. اذا ندوز مباشره الوغ. هنا قلت ناخذ طنجره الضغط تاعي، حنستعمل طنجره الضغط كما راكم تشوفوا. مباشره نحط البصل ديالي هاوليك. نزيد ناخذ الزيت كما قلت كما سبق وذكرت. اذا هنا ناخذ الزيت وندير حوالي 3 ملاعق تاع الاكل، عفوا ندوزنا بهم زوج وثلاثه. نزيد ناخذ السمن ديالي كما راكم تشوفوا لهنايا. هنا السمن ندير حوالي ملعقه تاع الاكل. اذا كما راكم تشوفوا هنايا السمن تاعي راه شويه جامد كما على بالكم، رانا في موسم الشتاء. بالمناسبه هاد الوصفه تليق بزاف فصل الشتاء. اذا كما راكم تشوفوا هاي ليك حوالي ملعقه تاع الاكل تاع السمن هكذا. هكذا نخلطهم مليح. نزيد ناخذ الملح، نزيد ناخذ معايا الملح. ندير حوالي ملعقه تاع هذه تاع اللي ملعقه تاع القهوه. اذا ندير هنا حوالي 3 ملاعق، 2 و 3 هكذا. نزيد ناخذ الدجاج تاعي، الوغ ناخذ قطعه الدجاج تاعي ومباشره نحطها هكذا فوق النار مباشره كما راكم تشوفوا هنايا. حنشعل الخلطه تاعي. اذا مباشره ناخذ الطنجرة تاعي ونديرو تقلى لي فوق النار كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. اذا نخليهم يتقلاو ونروح نحضر حاجه واحده اخرى. كما راكم تشوفوا هنايا الثوم تاعي راني قشرته، ماشي حنسكرفجو، حنقطعو قطع صغيره. نزيد نسكرفج معايا الطماطم تاعي ونعاود نولي. الوغ كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما تقلاو المقادير تاعي اللي حطيتهم كما راكم تشوفوا هامليك الدجاج لهنا راهو طاب. إذن هاي النتيجة اللي تحصلت عليها. إذن مباشرة كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما سكرفشت الطماطم تاعي كما راكم تشوفوا هكذا رقيقة، إذا نضيفها مباشرة. نزيد ناخذ الحميصة المشمخة ديالي، إذا كما راكم تشوفوا نضيفها من الفوق. هنا أيضا نزيد ناخذ الأعشاب العطرية اللي ذكرتها عندي كما راكم تشوفوا هنايا، ربطة تاع الكرافس نحطها هكذايا كيما راهي. نزيد ناخذ الربطه تاع الحشيش المقطفه نحطو هكذايا، يعني كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه بهذا الشكل هكذا. نعاود ناخذ الغطاء تاع طنجره الضغط تاعي كيما قلت انا نستعمل طنجره الضغط. اللي يحب ما يستعملهاش يقدر يستعمل طنجره عاديه يعني كيما تحبوا.
لان كما راكم تشوفوا هنايا انني حنعاود نغلق، نعاود نرجعها طيب فوق النار. الوغ كما راكم تشوفوا هنا بعد ما رجعت لاكوكوت تاعي بالمقادير اللي ضفتهم تعاود طيب مره ثانيه، هنا ناخذ التوم تاعي ونقطعهم قطع صغيره ماشي حنسكرفجهم، دوك نوريكم الطريقه كيفاش. الوغ هنا حنوريكم برك الطريقه كيفاش نقطعوا التوم تاعنا. كما راكم تشوفوا هكذا يعني قطع صغيره كما راكم تشوفوا بهذا الشكل هكذا، هيكونوا عندنا على شكل مربعات كما راكم تشوفوا. اذا هكذا بهذا الشكل مربعات صغيره. اذا نكمل نقطع الثوم تاعي بهذه الطريقه ونعاود نولي. الوغ كما راكم تشوفوا هنا بعد ما قطعت الثوم تاعي بهذا الشكل، هنا نقربه لكم، اذا هنا مباشره نعاود نجيب لاكوكوت تاعي بعد ما زادوا تقلاو لي ما المقادير اللي ضفتهم. انا كنت سبقت نحيت لها النفس تاعها بيان سور. اذا كما راكم تشوفوها من الاعشاب العطريه اللي ضفتهم، اذا هاي النتيجه اللي تحصلت عليها. هنا ناخذ الثوم تاعي مباشره ونضيفه بيان سور كما راكم تشوفوا هنايا هكذا، نخلط مليح. هنا راني نعاود نرجعها فوق النار كيما راكم تشوفوا. من جهه واحده اخرى راني درت هنايا الماء تاعي سخون، اذا نخلي هذاك التوم يتقلى شويه كيما راكم تشوفوا هنايا، نخليه يتقلى ونعاود نمرق بالماء اللي درتو. من جهه واحده اخرى هنايا هذايا البركوكس تاعنا حنغسلو نشلو بيان، وحنستعمل ايضا حنستعمل هنايا حنعاود نغير حنستعمل الكسكاس تاعي باش ندير الفرش شويه من الفوق بعد ما نمرق. يعني عندكم الاختيار سواء ديروه من الفوق يتيفور شويه يعني قسمه يشد روحو، ولا تقدروا اللي ما عندوش الوقت يقدر يديرو مباشره في الماء. اذا انا هنايا واش حندير، نغسل البركوكس تاعي ونعاود نولي. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما عاودوا تقلاو لي المقادير تاعي مباشره هنا نعاود نحل كما راكم تشوفوا هذيك النتيجه اللي تحصلت عليها. اذا هنايا ناخذ الكاسرونه تاع الماء تاعي اللي درتها تغلي ونمرق مباشره، عندك كامل الكميه تاع الماء نمرق بها ونزيد نعاود ندير هنايا الماء يزيد يغلي باسكو نزيد نسحق. اذا كيما راكم تشوفوا هنا قبل ما نعاود نرجع فوق النار ناخذ الطماطم المصبره تاعي كيما راكم تشوفوا لهنايا، نضيف 3 ملاعق كيما ذكرت. اذا هنا ناخذ ملعقه القياس، هنا حناخذ ندير 3 ملاعق تاع الاكل، اذا الملعقه الاولى الثانيه والثالثه. هنا نزيد ناخذ ايضا كما راكم تشوفوا هنايا ناخذ ملعقه تاع القهوه كما راكم تشوفوا هكذا، وندير فلفل الكحل هكذا ما نكثرش. نزيد ناخذ الفلفل الحار كما راكم تشوفوا هنا، وندير ايضا ملعقه تاع القهوه هكذا. نزيد ناخذ راس الحانوت كما راكم تشوفوا، ناخذ راس الحانوت تاعي ونضيف ايضا ملعقه تاع القهوه. اذا هنا ما كثرش لي زيبيس. الوغ كما راكم تشوفوا هنا بعد ما ضفت لي زيبيس ديالي مباشره نعاود نخلط هكذايا مليح بهذا الشكل، نعاود نرجعو فوق النار. هنا ماشي حنعاود نغطي عليها، حنستعمل الكسكاس. اذا ناخذ الكسكاس تاعي هنايا كيما راكم تشوفوا، ناخذ الكسكاس حنستغنى على غطاء تاع طنجرة الضغط. هنا كيما راكم تشوفوا معايا هاوليك البركوكس اللي درتو يتشمخ هنايا، هاوليك الشكل تاعو سنوريه لكم، فقط درتو يتشمخ لمده حوالي 5 دقائق. هنايا مباشره ناخذ الكسكاس تاعي هنايا ونصفيه. اذا كيما راكم تشوفوا اذا هكذا نصفيه الكسكاس جي غاسيما. الوغ هكذا بعد ما هكذا تصفى مليح، اذا مباشره نعاود نرجع فوق النار تاعي كيما راكم تشوفوا. اذا نعاود نديرو هنايا فور بيان سور، نغطي عليه نخليه فور واحد ربع ساعه ونعاود نشوفو كيفاش كملو العمليه تاعنا.
الوغ كيما راكم تشوفوا انا بعد ما فار البركوكس تاعي كيما راكم هابلي كاين ضعف الحجم تاعي اللي درت حسيت عليها هنايا حنفورو غير خطره اذا نجوز مباشره هنا نحي القدره ديالي كيما راكم تشوفوا هنايا واش حندير اذا كيما راكم تشوفوا هاي ديك النتيجه اللي تحصلت عليها هنا ناخذ اسيت نحي هذه القطعه تاع الدجاج تاعي حنفتو بيان سور حنفتها ونعاود نرجعها في المرق تاعي كما راكم تشوفوا هاي ليك فتتها وزيد نحي هذيك الربطه تاع الحشيش والكرافس هكذا نحي كامل هاد الاعشاب العطريه اللي ضفتهم اذا هاي ليك لاصوص اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا هنا نزيد مازالت عندي شويه كرافس هاوليك اذا نخلي هادو مع على جنب قلت هاد الدجاج دوك نفتو كما راكم تشوفوا هنا نتخلص من هاد الاعشاب بيان سور هنا نعاود نرجع القدر تاعي على النار كما راكم تشوفوا نزيد ناخذ الكسكاس تاعي هنايا تاع هذا الكسكاس لي فارلي هاي النتيجه اللي تحصلت عليها اذا هنا قلت حنفورو غير خطره بس نشد روحو نعاود نولي فوق النار هكذا اذا كيما راكم تشوفوا حتى نعاود نرجع داخل المرق هنا الفكره من هاد المرحله يعني الطفار تاع البركوكس باش كي نديروه لداخل ما يتعجن لناش اذا هكذا نعاود نخلط كيما راكم تشوفوا نعاود نغطي عليه بيان سور ناخذ الغطاء تاعي هكذا نخليه يعاود يطيب نجي واحد اخرى قلت دوك نفتت هاد الدجاج تاعي هنايا ونعاود نشوف كيفاش نضيفو في المرق تاعي اذا كما راكم تشوفوا هذيك البركوكس تاعي هنايا بعد ما طاب اذا هنا لازم هكذا نطفي عليه ما نخليش حتى ينشف كامل كما راكم تشوفوا هاي ليك النتيجه تاعي اللي تحصلت عليها اذا هكذا هنا كما راكم تشوفوا عندي شويه معدن وصراني كنت مقطعته من قبل هاوليك حضرته اذا هنا ندير شويه رشه معدنوس من الفوق كما راكم تشوفوا بهالطريقه من جهه اخرى هاوليك الدجاج تاعي لهنايا اللي فتتو كما راكم تشوفوا هاوليك من هكذا قطعته بهالطريقه يعني شويه كبير ماشي صغير بزاف كما راكم تشوفوا هنايا سواء نديرو لداخل في البركوكس تاعي ولا كي تسقي ندير من الفوق اذا اعزائي المشاهدين هذه هي النتيجه تاعي انا نروح نسقي لاسيات تاعي ونعاود نشوفو النتيجه تاعنا في الاخير كيما راكم تشوفوا انا حابه نشارك معكم باش نوريكم كيفاش جا من الداخل اذا كيما راكم تشوفوا هاي ليك النتيجه اللي حصلت عليها هكذا هكذا يجي مع اللي يزيد يبرد شويه راح يولي يعقد خير من هكذايا من أعزائي المشاهدين هذه هي النتيجة تاعي هكذا كيما قلت أنا نزيد نضيف له هنا شوية دجاج كيما راكم تشوفوا هكذا من الفوق أنا كنت ديجا درت شوية من الداخل نزيد نضيف شوية من الفوق هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا نمسح الأطراف عفوا إذا ونضيف شوية معدنوس من الفوق وهاي ليك وصفة البركوكس تاعي لهنايا جاهزة في صحن التقديم هذا هو الشكل تاعها النهائي كيما راكم تشوفوا انني قدمتها وحدها كيما جميع الاطباق التقليدية يتكلوا هكذا وحدهم هذا هو الشارم تاعهم يعني بدون اي مرافقة واحدة اخرى الو اعزائي المشاهدين هذه هي الطريقة تاعي في تحضير هذا الطبق وهذه هي النتيجة النهائية اذا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومنتار واذا كنتم اول مرة تدخلوا القناة ما عليكم غير ديروا ابوني باش يلحقكم معايا جديد في الاعداد المقبلة ان شاء الله بهذه الصور الجميلة نخليكم ونقول لكم الى اللقاء